أهلاً مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. المباشر اللي غادي نقوم فيه بواحد الجولة لجنبات المستعجلات بمدينة الدار البيضاء ونشوفوا ماذا يقع في هذا الليل بالمستعجلات المركزية الرئيسية بمدينة الدار البيضاء. بقوا معنا أنتم مباشرة على قناتكم شوف تي في، قناة الشعب، قناة القرب بامتياز. بقوا معنا. بعد ما انطلقنا من امام مستعجلات 20 غشت، كنمروا في الاثناء من امام مستعجلات عبد الرحيم الهاوشي، المستشفى الخاص بالاطفال. واكيد غادي نعرجوا على المستعجلات المركزيه والرئيسيه بمدينه الدار البيضاء، مستعجلات ابن رشد، المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء لجميع الحالات الحرجة أو الخطيرة كتوصل لهاد المستشفى، وماشي غير من مدينة الدار البيضاء بل من الجهة، جهة الدار البيضاء سطات، يعني جميع المدن المجاورة لمدينة الدار البيضاء كسطات رشيد، محمدية، بن سليمان وغيرها من المدن. المسجلات وبالمناسبة كنتمنوا الشفاء لكل المرضى اللي هم في هذه الأثناء نزلاء جميع المستشفيات المغربية. فعل محسن مارز قال لك الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات امين يا رب.
هذا كيف كتشوفوا علي الباب ديال مركز تحقن الدم. بعد المناسبة كنطلبوا من جميع المواطنين والمواطنات انهم يتبرعوا بالدم من اجل انقاذ ارواح الاخوان ديالهم والاخوات المغاربة والمغربيات. كنجولوا بجنبات المستجلات المركزية مدينة الدار البيضاء. كيف قلنا سابقا بعد المناسبة نتمنى الشفاء لكل المرضى وكل المصابين. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا المباشر، انتظرونا في مباشر آخر. إحنا باقيين فايقين معكم، بقاو فايقين معنا.